الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بسيط للمبتدئين لمشكلة واجهتني أثناء طباعة ملف في الإكسل. المشكلة دي بصراحة أنا أول مرة تواجهني وسئلت عليها قبل كده وما كانش ليها حل عندي، ولكنها حلت بفضل الله سبحانه وتعالى. المشكلة إيه؟ أثناء طباعة هذا الملف بعض الصفوف الحدود بتاعتها ما بتطلعش في الطباعة، بالرغم من إن الحدود كلها متحددة أهي. يعني الحدود قدام حضراتكم كلها بتاعة الخلايا كلها واضحة خلاص أهي. لكن أثناء الطباعة نلاقي فيه صف عراضي في وسط الملف الحدود بتاعته مش ظاهرة. نظلل الملف كلته تاني ونعيد عمل الحدود تاني، برضه يطلع في الطباعة مش موجود. والصورة المصغرة إن شاء الله اللي هنوريها اللي هتشوفوها للفيديو هتلاقي إن في صف كده الخلايا بتاعته مش واضحة. طيب أنا عندي الحدود باينة أمام حضراتكم كلها، في مفيش ولا حد مش باينة. طب لو أنا ضغطت كنترول وبي أثناء الطباعة عشان المعاينة، دولت بيظهروا عادي في الطباعة داي. لكن بص الصف ده أهو، ده أهو بيطلع في الطباعة فاضي بنفس المنظر ده جدي. طيب اهو بالمصادفة كده انا بنعمل كده اهو، بان اهو الخلايا بتاعته مش واضحة خلاص اهي. طيب يعني انا لما نظلل كده اهو، اهو الحدود ما بتظهرش اهي. طب انا هنعيد عمل الحدود تاني اهو، هنظلل الجزء ده كلته اهو وهنوري امام حضراتكم اهو، وبرضه هنعمل الحدود كده. اهي الحدود ظهرت اهي. طب تعالى ظلل تاني كده، برضه ما ظهرش تاني. وفي الطباعه في نفس المنظر ده، هو الصف ده ما بيظهرش برضه. المشكله دي بظروف، فقلنا طب نحلوها ازاي؟ هنيجي اسفل الصف، اذا كان عمود او صف نيجي اسفل منه ولا فريحه ونعمل ادراج لصف تاني غيره. طيب ما نحذفش دوكها الاول ليه؟ لان انا لو عندي فيه بيانات، عشان بس البيانات ما تروحش، ونيجي مظلل الصف اللي هو القديم ده اهو وشده كده اهو نسخه عشان ننقل البيانات فين؟ في الصف الجديد اللي انا عملت له ادراج، ونعمل حذف للصف دوكو. يبقى انا كده عملت صف غير الصف اللي كان فيه المشكله اللي الحدود بتاعته ما بتبانش، بس اهو بدأ يظهر الخلايا بتاعته اهي. طب ايه السبب؟ انا عن نفسي والله ما انا عارف السبب. اللي يعرف حضراتكم السبب ليه الحدود بتاعت بعض الصفوف او بعض الخلايا ما بتظهرش في الطباعة بالرغم انها متحددة وموجودة في الملف، يعلق على الفيديو يقول لني اهو نستفيده منه برضه. ما نحلتش الا بان الصف اللي حدوده مش باينه عملت له حذف، بعد طبعا ما عملت ادراج لصف الجديد الاول ونسخت البيانات ونقلتها فيه، فظهر في الطباعة. كان موضوعنا موضوع بسيط، نتمنى يكون أفاد حضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.